تفاصيل اكتر هنعرفها عن كشف الغاز. معانا يا جماعه المهندس محمد علي، معايا المهندس محمد علي الغزلاوي، وهو مهندس مصري يعمل في المقر الرئيسي لشركه اني بايطاليا. مساء الخير باشمهندس. مساء الخير بحضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. اهلا بيك. اولا احنا فخورين ان عندنا مصريين بيشتغلوا في شركه عالميه كبيره زي شركه اني. الله يخليك يا فندم، دي حاجه يعني حاجه تفرحنا كلنا. انا احب اوضح بس، انا بكلم حضرتك النهارده بصفتي اولا مهندس بترول مصري، وبصفتي عضو محاضر في جمعيه مهندسي البترول العالميه سوسايتي بتروليوم انجينيرز. حضرتك عارف طبعا ان الشركه بتاعتنا ليها قنوات رسميه ومكتب اعلامي، فانا يعني انا بتكلم بصفتي مهندس بترول مصري عشان اوضح الصوره للناس كلها ان شاء الله. بإذن الله. باشمهندس ممكن تكلمنا عن الاكتشاف ده، بتشتغلوا فيه بقالكم قد إيه؟ قيمة هذا الاكتشاف، نفرح قوي ولا نستنى شوية؟ في احتمالات إن يكون الاكتشاف لسه لم يتأكد، أم أن الاكتشاف أصبح حقيقة؟ طبعا انا احاول كده اخذ الموضوع من البدايه، يعني البدايه ان هيئه البترول او هيئه الحكومه بتطرح منطقه للامتياز اللي هي احنا بنسميها بلوك بحري، اللي احنا في الحاله بتاعتنا هو بلوك الشروق، وده في اقصى المياه المصريه. بعدين بيجي يشتغل عليه الجماعه بتوع الاستكشاف اللي هم فريق المهندسين والجيولوجيين، بيدرسوا طبقات الارض ايوه وبيحددوا انسب مكان عشان نحفر فيه بئر الاستكشاف. حضرتك سامعني؟ سامعك كويس. الموضوع طبعا بياخد وقت وبيحتاج دراسات جيولوجيه ودراسات سيزميه، والفريق الاستكشاف والمهندسين دول بيعملوا دراسات ومحاكاه على الكمبيوتر، يعني برامج معقده ودراسات معقده عشان يختاروا انسب مكان للحفر. بعدين بنبتدي مرحله الحفر، بيخش فريق الحفر ومهندسين الحفر. احنا في الحاله بتاعت الاكتشاف دوت احنا بنحفر في المياه العميقه اللي هي تقريبا على عمق 1400 متر. بالترتيب كده احنا في شغلنا احنا في الحفر بنرتب الميه، ان في مثلا عمق عادي اللي هو اقل من 500 متر، وفي ديب ووتر اللي هي المياه العميقه اكتر من 500 متر، وفي الالترا ديب ووتر اللي هي اكتر من 1500 متر اللي هي يعني اعالي البحار. واحنا تقريبا في المنطقه ديت، احنا في منطقه اعالي البحار اللي هي تعتبر اكثر الاماكن تحديا في الحفر واستكشاف الغاز والبترول. تمام تمام كده؟ تمام اللي حصل ان احنا الحمد لله ربنا وفقنا، حفرنا اول بير اللي هو بير الظهر 1، وربنا كرمنا بكشف ضخم جدا، هو يعتبر الكشف الاكبر في البحر المتوسط. عشان الناس تفهم بسهوله كده، احنا بنقيم الغاز اللي موجود في طبقات الارض بوحده بنسميها التي سي اف اللي هي التريليون كيوبيك فيت، او اللي هي تريليون قدم مكعب. التريليون يعني واحد وقدامه 12 صفر، يعني مليون مليون. القدم المكعب عشان الناس برضه تفهم، القدم المكعب تقريبا 28 لتر. تمام الحمد لله هذا الكشف حقل الظهر يبلغ حجم الاحتياطي بتاعه 30 تريليون قدم مكعب. تمام وعشان الناس تفهم الرقم دوت، احنا في ال 20 سنه اللي فاتت في تاريخ مصر في احتياط الغاز سنه 94 كان احتياط الغاز في مصر اقل من 1 تي سي اف، واحد ووصلنا في سنه 2014 ل 65 تي سي اف. هذا الاحتياطي اللي احنا اكتشفناه في هذا الحقل يعادل نصف الاحتياطي اللي كل الشركات في مصر اكتشفته في خلال ال 20 سنه اللي فاتت. حضرتك متخيل ان احنا اه لا بقى تاني لنا الحته 20 دي يا سنه باشمهندس، عندنا احتياط؟ ان هذا الكشف بيعادل نصف ما تم اكتشافه في مصر على مدى 20 عاما من كل الشركات. من كل الشركات. والكلام دوت في شركه مشهوره جدا اللي هي شركه بريتش بتروليوم، عندها تقرير احصائي سنوي تنشره على موقعها على الانترنت، في احصائيات الاحتياط لكل دول العالم من السبعينات والثمانينات، فاي حد يقدر يخش يجيب التقرير دوت ويشوف الاحتياطي بتاعنا سنه بسنه، وهيشوف ان في 1994 كنا يمكن اقل من 1 تي سي اف نص او حاجه زي كده، و2014 كنا 65. احنا النهارده بنتكلم في 30 تي سي اف، يعني نص ما تم اكتشافه في 20 سنه فاتوا. مش كده وبس، ال 65 تي سي اف اللي كانوا موجودين دول في اكتر من حقل، يعني تقريبا اعتقد في 12 او 15 حقل غاز متوزعين في اماكن مختلفه. فكنت هتلاقي ما يعادل نصف هذا الاحتياطي في حقل واحد، ده في حد ذاته انجاز.
واحنا يعني في مجالنا يعني هو يعني سبحان الله، يعني هو فتح من ربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده موجود في الاعلان الرسمي للشركه على موقعها في البريس ريليز، هم يعني محددين سمك الطبقه الحامله للغاز على حسب الاعلان الرسمي هي 630 متر، يعني ده يعني تقريبا حضرتك عارف برج خليفه في دبي 800 متر، فيعني تقريبا ثلاث ارباع برج خليفه كل دي طبقات حامله للغاز. الناس اللي اشتغلت في مصر عارفه ان احنا بندور احيانا على طبقات للغاز والبترول سمكها لا يتعدى 20 او 30 متر 50 متر، لكن سبحان الله ان احنا لقينا كشف بهذا الحجم، ده فتح مبين من ربنا سبحانه وتعالى ونعمه كبيره ان شاء الله نستغلها احسن استغلال. بإذن الله. طيب باشمهندس، الخطوات اللي هتتم هتاخد مدى زمني قد ايه؟ يعني على مدى كام سنة هنبتدي نقدر نستخدم هذا الغاز؟ وهل هذا الغاز بيخرج بصورته دي ولا هناخده ويتصدر بره ويرجع لنا في صورة خاصة؟ هو يعني برضه الناس عشان تعرف، هذا الاكتشاف يبعد 190 كيلو متر عن سواحل مصر او سواحل بورسعيد. يعني حضرتك ليك تتخيل المسافه بين القاهره مثلا وبورسعيد، هذه هي المسافه اللي بين حقل الزهر وبين السواحل المصريه. طبعا يلزمنا ان احنا طبعا نعمل بنيه تحتيه تحت البحر بطريقه معينه وتكنولوجيا معينه، وطبعا يعني لك ان تتخيل ان احنا في اعالي البحار وهذه البنيه التحتيه محتاجه معدات ودراسات ونوعيه المعدات اللي بنستخدمها سواء ساب سي هيلو تريز او فلو لاينز، يعني مش عايز اخش في مصطلحات فنيه قوي، نعم هي نوعيه يعني ذات جوده عاليه وبتحتاج تصنيع بجوده معينه. فالطبيعي انا بتكلم في العموم الطبيعي ان الحقول اللي في عالي البحار، حقول الغاز تنميتها بتاخد من 4 الى 6 سنين، لكن الحاجه الجيده وده منشور برضو على موقع الشركة في البريس ريليس بتاع الشركة، إن هذا المشروع اتحط على الفاست تراك، بمعنى إن هيكون في ضغط للجدول الزمني مع مراعاة إن كل الخطوات تتم بشكل سليم، بحيث إن إحنا إن شاء الله نخلص في أقل عدد من السنوات إن إحنا نتنقل من مرحلة الاستكشاف لمرحلة الإنتاج. مرحلة الإنتاج دي لما بيخرج هذا الغاز بيروح لبلد تانية، يعني هيجي إيطاليا لشركاتكم ثم يعود إلى مصر، ولا هيجي في مصر وتتعمل صناعات لا، ويتم عمل ده في مصر؟ هو الميزه اللي في مصر برضو يعني غير دول الجوار اللي عندها حقول غاز، ان مصر عندها بنيه تحتيه جيده للغاز الطبيعي. يعني احنا عندنا محطات اساله في ادكو ودمياط، وعندنا خطوط انابيب للغاز، خط الغاز العربي، البنيه التحتيه في مصر موجوده من سنوات. احنا في مصر السوق المحلي بنستهلك تقريبا 1.5 TCF في السنه، نعم. يعني الاحتياطي ده احنا اتكلمنا، احنا قلنا ان هو 30 تي سي اف. احنا طبعا كمهندسين او كأي حد بيشتغل في حقل الاستكشاف والانتاج لا نستطيع ان احنا ننتج كامل الكميه من الخزان اللي تحت الارض او من الطبقات اللي تحت الارض، لان يعني في النهايه يعني الطبيعه تقهر اي تكنولوجيا بيعملها البشر. احنا نستطيع استخراج من 60 الى 75% من هذا الاحتياطي، يعني بنتكلم ان احنا ممكن نستخرج من 15 الى 18 او 20 تي سي اف، يعني ما يكفي استهلاك المحلي في مصر لو على المعدات الحاليه لمده 10 او 12 سنه. هل بقى هذا الانتاج هيتصدر او مش هيتصدر؟ يعني الحقيقه المعلومه ديت مش عندي انا قوي، لا انا معلومه مش دي بتكلم مكتوبه على التصدير يا باشمهندس، انا بتكلم على فكرة وصوله لصورته النهائية كغاز صالح للاستخدام. هل ده بيحتاج انه يتصدر بره ويرجع لنا تاني في صورته الأخيرة، ولا لا العمليات ما دي تحتاجش. بتتم في لا مصر؟ لا، العمليات دي بتتم في مصر، احنا فعلا في مصر بننتج غاز، عندنا غاز بننتجه في مصر وبنستخدمه جوه مصر. هو التصدير ده حضرتك بيحصل، الغاز ده هو غاز طبيعي، التصدير دوت بيحصل في ان احنا لو هنصدره على هيئه غاز مسال، فبيحتاج ان هو يتحط يعني يتعمل له معالجه معينه، بحيث انه الغاز يعني خواصه الفيزيائيه ان هو لما بيتضغط بيتحول لسائل في حجمه بينقص بنسبه 1 على 60، يعني لو عندك 60 لتر غاز ضغطتهم يبقوا لتر واحد بس سائل. نعم. فاحنا بنعمل كده عشان نقلل حجم الغاز ونقدر نحطه في السفن اللي هي اللي بتصدره. ان شاء الله يعني الافضل ان هو يستخدم محليا. هو ليه استخدامات كتير، اولا احنا ده بنستخدم طبعا لو الغاز. فضلنا على قد هذا الحفر او هذا الحقل اللي احنا وصلنا له فقط. كنت بكلم النهارده احد المسؤولين في الشركه وبساله يعني هل نفرح
قال لي الفرح لسه جاي كمان، مش ده بس، ده فيه أنباء هتكون أحسن إن شاء الله. هل معنى هذا الكلام إن إحنا قد نجد أماكن أخرى في نفس المنطقة أو ملاصقة ليها فيها غاز، يعني وجود هذا الحقل في هذا المكان وده مكان واحد، هل ينبئ إن فيه امتدادات ليه؟ هو طبعا وجوده مبشر جدا، يعني حتى لو اي متابع للشركات العالميه اللي عندها مناطق امتياز يعني مقاربه لهذا الموقع يقدر يخش يشوف ان هم بيتكلموا ان دوت يعني انديكيتيف او ان ده شيء جيد ليهم، ان هم كمان ممكن يجدوا كميات جيده من الغاز. يعني في دراسه للهيئه الجيولوجيه الامريكيه اللي هي اليو اس جي اس، هيئه المساحه الجيولوجيه الامريكيه، هذه دراسه منشوره في 2010 ويقدر اي حد يجدها على موقع جوجل او في الانترنت او في موقع الهيئه، بتتكلم عن الاحتياطي الغير مكتشف في البحر المتوسط، امكانيه الاحتياطي الغير مكتشف، وكانوا بيتكلموا على تقديرات تصل الى 230 تي سي اف، يعني ما يعني تقريبا 7 أضعاف ما احنا اكتشفناه في هذا الحقل. طبعا دي كلها دراسات وتقديرات احتماليه لا تتاكد الا بالحفر. فاللي حصل في حاله الحقل الظهر ان احنا حفرنا وتاكدنا فعلا من وجود هذا الاحتياط. وان شاء الله قريبا الشركات الاخرى هتتشجع والاستكشاف هيستمر، وان شاء الله نجد حقول اخرى. منطقه المياه العميقه في البحر المتوسط، انا بكلمك على يعني الاماكن اللي تبعد عن الساحل 100 كيلومتر او اكثر، اللي هي اعالي البحار اللي فيها عمق المايه اكثر من 1000 متر او 1200 متر، هذه المنطقه يعني منطقه بكر وفيها امكانيه كبيره ان احنا نجد حقول الغاز ان شاء الله او البترول قريبا. هل وارد ان الشركه بتاعتكم هي شركه عالميه كبرى يعني تستعين بشركات اخرى اذا كانت الاكتشافات متعدده في هذه المنطقه لاختصار المده الزمنيه؟ بص انا يعني انا ما بتكلمش عن شركتي، بس انا شركتي انا زي ما قلت لحضرتك انا بكلمك كمهندس مصري ومختص في المجال وعضو في جمعيه السوسايتي بلان انجينيرز. هو في العاده ان الشركات يعني لما بتخش في مرحله الانتاج بتقيم مصالحها الاقتصاديه، يعني هي بيبقى ليها نسبه في الانتاج مثلا نسبه معينه، ففي بعض الاحيان بيتنازلوا عن حصه من هذه النسبه لو شافوا ان في ليها مصلحه اقتصاديه ليهم، او بيحتفظوا بيها. يعني ده شيء متعارف عليه في كل الدول وفي كل الاماكن. حضرتك تجد مثلا ان كان في مثلا شركه معينه ليها نسبه في حقل في دوله في انجولا او في نيجيريا كان ليها نسبه مثلا 60%، وفي سنه من السنين باعت منه 10% او 20%. يعني هذه الامور متعارف عليها وبيدخل فيها في الاساس المصلحه الاقتصاديه للشركه والدراسات الاقتصاديه وحسابات الربح والخساره. مهندس محمد علي الغزلاوي في المقر الرئيسي لشركة إني الإيطالية صاحبة الكشف الكبير، نحن فخورون جدا بوجود حضرتك في هذه الشركة، بشكرك جدا على أنك فرحتنا وطمنتنا، فبشكر حضرتك وإن شاء الله يبقى لنا متابعات أخرى مع هذا الاكتشاف الهام الذي يمكن أن يغير وجه مصر.